تاعي وشفت شحال من واحد مدوموندين على التقويم النقدي. واليوم غادي نجيب لكم اهم مواضيع اللي غادي تطرح، اللي غادي موضوع منها يطرح في الامتحان البكالوريا، وما غاديش يطرحوا. كاين هادو المواضيع اللي غادي نبازلكم عليهم هما اللي عليهم الصح، ومنهم تنجموا تجاوبوا على اي موضوع اخر بطريقة عفوية. وماذا بكم جيم كومنتار وابوني، واي حاجه ما فهمتوش في اي حاجه سقيتوها خلي كومنتار وصاي. اليوم غادي نبداو مع التقويم النقدي، طريقه التعامل مع البناء النقدي. هي الحاجه الاولى اللي غادي نفهمها لكم، التقويم النقدي فيه ربعه، تنجم تقول خمس انواع، خمس مواضيع. كاين الالتزام في الادب، مدرسه المحافظين، ومدرسه الصنعه اللفظيه، الفن المقال، والنقد، النقد والادب. هادو خمس مواضيع اللي غادي يمكن يطرح فيها سؤال في الموضوع تاعنا تاع البكالوريا. راه غادي نبداو باول موضوع واللي هو الالتزام في الادب. الالتزام في الادب شوال الاولى، غادي نقول لكم طريقه التعامل مع البناء النقدي شوال الاولى. بالتقويم النقدي شوال، التقويم النقدي دي فوا ينطرح على شكل فقره، ودي فوا يكون مباشر او غير مباشر. مش اوبليج يكون مباشر، دي فوا يجيبوا لك طارق كما البكالوريا تاع 2016 تاع العام اللي فات كان غير مباشر، وكان يهضر على الالتزام وفيه شعال من الموضوع، كل موضوع واحد بصح فيه شعال من الموضوع في السؤال، كان بطريقه غير مباشره. وثانيا والتقويم النقدي يتناول احد النقاط الاتيه ما يتعلق بالظواهر النقديه، الالتزام، الاقتباس، والتضمين. هذو ثلاث صوالح ينصبهم في التقويم النقدي. نبداو باول حاجه واللي هي الالتزام في الادب. السؤال تاعك ينجم يكون هل يبدو الكاتب ادبيا ملتزما. مهم حنايا هي مهما كان سؤال انت غادي تفهمه وتجاوب عليه. حنا نبداو نعرفوا بالالتزام شا لازم تقول في التقويم النقدي تاعك. الاولى، الاجابه تاع التقويم النقدي ما لازمش تكون فقره، لازم تكتب العناوين. نقولوا الهضره على الالتزام الاولى، دير التعريف بالالتزام وتكتب تعريف، تعاود دير العلاقه، علاقه الالتزام بالادب، وتكتب العلاقه. فهم؟ ما تكتبش الاجابه على شكل فقره. تعريف الالتزام هو ظاهره صحيه نقديه تتمثل في اهتمام الكاتب بشؤون وقضايا مجتمعه، محاولا رصد همومه وانشغالاته، مع محاولة إيجاد الحلول المناسبة لذلك. فالأديب كآلة التصوير تماما، يصور الواقع كما هو موجود، خيره وشره. هذا هو التعريف تاع الالتزام. درك علاقة الالتزام بالأدب. علاقة الالتزام بالأدب هي علاقة ترابط وثيقة، يكون الأدب وسيلة ومرآة عاكسة لواقع الأفراد والشعوب. والانواع تاع الالتزام كان وطني او قومي، التزام وطني او التزام قومي. مظاهر الالتزام حديث الكاتب عن قضيه تهم وطنه، وهنا يكون الكاتب هنا يكون وطني، التزام تاع الكاتب يكون التزام وطني. الدفاع عن ابناء مجتمعه، محاوله تغيير الواقع وايجاد الحلول المناسبه لذلك، توظيف الضمير الجمعي. هذه بالنسبة للالتزام. دروك نروحوا للاقتباس والتناص والتضمين في الأدب. دروك نفهمكم الاقتباس شوال والتناص شوال. الاقتباس كيما نقولوا في النص تاعك تصيب آية، آية هي مع من تكون كان آية النص يكون هنا الكاتب يكون مقتبس من القرآن، ومن يكون أقوال تاع شعراء أقدم ولا متنبي يدير الشعر تاع كاتب واحد آخر، هنا يكون تناص. دروك ننتقلوا لمدرسه المحافظين. انا درت لكم هنا عفسه باش تحفظوا نفس العوامل اللي مناسبين لمدرسه المحافظين والمدرسه الصنعه اللفظيه، بصح شي الا كاين عفسه. مدرسه المحافظين تبدا منا وتهود، مدرسه الصنعه اللفظيه من تحتها وتطلع. كيما نقولوا في الاجابه تاع مدرسه المحافظين تقول له توظيف اللغه الراقيه، الفاظ ذات وزن وثقل. في الثانيا توظيف القاموس اللغوي القديم. ثالثا توظيف الصور البيانيه البالغه،
توظيف المحسنات البديعية. توظيف المحسنات البديعة دروك هاك في الإجابات على مدرسة المحافظين، بصح كي تكون مدرسة اللي في الطالبين في التقويم النقدي مدرسة الصنعة اللفظية، كي تبداها لهم من تحت، تبدا مادة تكتب مدرسة الصنعة اللفظية وتكتب أول عنصر هو المحسنات البديعية، ثاني عنصر الصور البيانية البالغة، ثالث عنصر توظيف القاموس اللغوي القديم، رابع عنصر توظيف اللغة الراقية. شو مدرسة المحافظين من نو هود، مدرسة الصنعة اللفظية من تحت وطلع، شغل اللي عندها ترتيب. مدرسة المحافظين الحاجة هما محافظين، دروك حاجة اللي بازو عليها هي اللغة، الألفاظ، القاموس اللغوي القديم. بصح الصنعة اللفظية لا، حاجة اللي بازو عليها النص تاع واحد ينتمي لمدرسة الصنعة اللفظية، تصيب فيه محسنات البديعية، تصيب فيه الصور البيانية، تصيب فيه كيما إيليا أبو ماضي، لا كيما ميخائيل نعيمة، النصوص تاعه يهضر فيهم على التربة، على الطبيعة، على الخر، هذاك الشيء لا ينتمي إلى مدرسة الصنعة اللفظية، يدير محسنات طبيعية البديعية، صور بيانية، كي من هكا تعرف طيق تفرق. سما من تكون مدرسة الصنعة اللفظية تبدأ من تحت، من تحت أول عنصر وطلع حتى لآخر عنصر فوق. مدرسة المحافظين لا، أول عنصر وهو حتى آخر عنصر هنا، هذا فيما يخص مدرسة المحافظين مدرسة الصنعة اللفظية. دروك نروحو اللي فيما يتعلق بنوع النص ورواده المقال، يعني فن المقال، خاطش حنا رانا متفاهمين باش نختاروا النص، ما نختاروش الشعر، خاطش الشعر ما عندكش وين تحط راسك، فيه شعر من تقويم نقدي تحفظه، فيه شعر من حاجة لازم تحفظها وبلا تقطيع وبلا البحور وكاع تخسر فيه نقاطي بزاف. سما ننصحكم ونعاود ننصحكم باه ديروا تختاروا النص، ما تختاروش الشعري. دروك نروحوا فيما يتعلق ب فن المقال، غادي نديره لكم في فيديو لوحده. مهم غادي نكتب لكم خصائص كاع تاوعه وغادي تصيبوه في الفيديو اللي مور هذا ان شاء الله. شكرا، وماذا بكم تقولوا لي جيم كومونتير، وما تنساوش تابوني وبارطاجي الماكسيموم.